لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن في حصة جديدة من حصص تقديم دروس المناسك والشعائر للحج إلى بيت الله الحرام. الإحرام هو الركن الأول من أركان الحج، وهو الركن الأول من أركان العمرة. وقد تحدثنا في الحصة الماضية وبينا أن الإحرام معناه نية الشروع في أعمال الحج، أما ما ترونه من الإزار والرداء فهذا الغطاء الأعلى يسمى الرداء، والأسفل يسمى الإزار، وهكذا يحرم الرجال في الإزار والرداء، ثوبين أبيضين يستران جسد وعورة الرجل. الإحرام للرجل هكذا، فكيف يكون إحرام المرأة؟ تحرم المرأة في ثيابها، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، حتى المنتقبة تكشف وجهها فإحرامها في وجهها، ولا تلبس المحرمة القفازان. ويجوز للمحرم أن يتخذ ساعة وأن يتخذ نظارة للنظر والرؤية أو حتى للشمس، ويجوز عند غير المالكية اتخاذ الخاتم، ويجب على الرجل أن يتجرد من كل ثيابه، ولكن يجوز للرجل أن يتمنطق بمنطقة وهي ما تعرف بالحزام أو السبتة لحفظ المال، كما يجوز للرجل أن يلبس تبانا بغية أمرين ومقصدين، أولهما حفظ المال وثانيهما البحث عن الستر، فقد يتكشف لا قدر الله لو سقط إزاره مع شدة الزحام. ولكن من اتخذ الحزام أو الشرط مثلا التبان فعليه أن يأتي بفدية، ينوى فدية. وقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تأمر غلمانها في الحج الذين يرحلون هودجها، كانت تأمرهم ليرتدوا التبابين حفظا لعوراتهم وسترا لعوراتهم. وشهد سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو يلبس السراويل في عرفات وهو محرم، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وخاصة مع شدة الزحام واحتكاك الحجاج مع بعضهم في الطريق وفي الطواف وفي السعي وفي الإفاضة، فمن أراد أن يتخذ تبانا بغية الستر وحفظ المال فلا حرج عليه. أما المرأة كما قلنا فتحرم في ثيابها، غير أنه لا يجوز لها الثوب المطرز أو المزركش أو ثوب الشهرة، وأفضل الثياب ما كان لونا واحدا في سواد أو بياض أو بني أو غير ذلك. والمحرم لا يلبس الحذاء
ممنوع على المحرم من الرجال أن يلبس محيطا كالحذاء والصندال والقبعة، كل ذلك لا يجوز. أما من كان مريضا وأجبر على حمل عصابة أو جبيرة أو حزام صحيا فلا بأس بذلك. ولكن انظروا وتأملوا معي أيها الحجاج الميامين، لابد أن نسأل: لماذا هذه الثياب؟ هذه أفضل رحلة، هذه رحلة العمر، فلماذا هذه الثياب البسيطة، الثياب البيضاء؟ إنها إرادة الله تعالى، فالله تعالى يقدم درسا جليلا لعباده وضيوفه، فمن خلال هذه الثياب يساوي الله تعالى بين سائر الحجاج، الغني والفقير، الأمير والمأمور، كلهم سواء، العالم والأمي، فبهذه الثياب يسوي ويساوي الله سبحانه وتعالى بين سائر خلقه. ومن دروس الحج التسوية بين الخلق، فالله تعالى لا ينظر إلى صور عباده ولا ينظر إلى أجسامهم، إنما ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. فالله تعالى أراد لهذه الضيافة الجليلة أبسط الثياب ليبرز من خلال ذلك حاجته إلى القلوب وإلى الإخلاص وإلى الأعمال. وكذلك هذه الثياب تذكرنا بشيء آخر، تذكرنا بالأكفان التي نخرج بها من الدنيا. فهل تخرج يا عبد الله يوم تخرج من الدنيا مهما بلغت أرصدتك وإمكانياتك، هل تخرج بغير القطن والكفن؟ لا والله، فالله تعالى استخرجك من محيطك لأداء هذه الزيارة وبين لك هذه الثياب، أي ما يستر عورتك فقط، وهو يريد منك الآن الأعمال، ويريد منك الإخلاص، ويريد منك التواضع، ويريد منك الخضوع، ويريد منك الانكسار بين يديه جل وعلا. ثم انظروا وتأملوا يا ضيوف الرحمن، انظروا وتأملوا في نشيد الضيافة، ما هو النشيد الذي اختاره الله تعالى لحجاج بيته الحرام؟ إنه بلا شك وبلا ريب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي تلبيتك لنداء خليل الرحمن إبراهيم، فقد ورد في الأثر بعد أن أقام إبراهيم الخليل عليه السلام قواعد البيت، أمره الله تعالى أن يصعد على جبل أبي قبيس وأن ينادي في الناس بالحج، كقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم الخليل عليه السلام: أي ربي، وأين سيبلغ ندائي؟ سيدنا إبراهيم ينادي بصوته البسيط العادي في واد سحيق، في صحراء ممتدة. قال: وأين سيبلغ صوتي وندائي؟ فقال الله تعالى له: عليك النداء وعلينا البلاغ. وورد في الأثر أن الأرواح في هيئة الذر لبت وهي في هيئة الذر في أصلاب الرجال، فمن لبى مرة سيحج حجة، ومن لبى مرتين سيحج حجتين، ومن لبى أكثر سيحج بعدد ما لبى. فما معنى لبيك اللهم لبيك؟ أي استجابة لندائك حين أمرتنا بالحج، فها أنا ألبي نداءك يا أرحم الراحمين، لبيك لا شريك لك لبيك، توحيد لله تعالى، إقرار بوحدانية الله تعالى، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، أنت صاحب النعمة وما بكم من نعمة فمن الله، أنت المستحق بالشكر. نعم، الله صاحب النعم ومبدأ كل النعم،
فنشكره هنا من خلال هذا النشيد، أنت صاحب النعمة حينما مننت علينا فبلغتنا هذه الأماكن المباركة، هذه الأماكن المقدسة، حين أحييت بنا شعائر الأنبياء والمرسلين. لا شريك لك لبيك، تختم هذا النشيد بالإصرار على توحيد الله تعالى والانقطاع لذكره والانقطاع لعبادته جل وعلا. المحرم أيها المؤمنون الكرام تحرم عليه عدة أشياء، وهي تسمى بمحظورات الإحرام. فما محظورات الإحرام يا ترى؟ المحظور في اللغة هو الممنوع، ومحظورات الإحرام يعني ما يمنع على المحرم إتيانه من المباحات. فكما يحرم بعضنا بالصلاة حين يقول الله أكبر، يحرم عليه الأكل والشرب والمشي والالتفات والحديث، وكل هذه الأشياء مباحات. كذلك المحرم إذا أحرم بالحج تحرم عليه عدة أشياء، ومن ذلك عقد النكاح، ومن ذلك إتيان النساء بشهوة بأي وجه من الوجوه وهذا يدخل في الرفث، ومن ذلك قص الشعر وتقليم الأظافر ومس الطيب، وكذلك يمنع على الحاج الصيد، صيد البر، وكذلك يمنع على الحاج المحرم أن يلتقط لقطة الحرم، وأن يقتلع حشيش الحرم، وأن يكسر حشيش أو شجر الحرم، وأن ينفر صيد الحرم. فهذه الممنوعات يحرم عليه الترفه بأي أنواع الترفه، ولذلك تسمى محظورات الإحرام. هذه المحظورات منها قسم يبطل الحج ويفسده والعياذ بالله، وهذا كمن جامع زوجته قبل رمي جمرة العقبة وهو محرم، فهذا يفسد حجه، حجه يفسد. ثانيا عليه أن يتم حجه، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعليه أن يعيد الحج في العام القادم، وعليه أن يقدم هديا ويؤخر الهدي إلى زمن القضاء. وأما من أتى زوجته بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فهذا يجب عليه هدي، يقدم هدي. وكذلك من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه هدي. أما من أصاب ترفها كأن قص شعرا أو قلم ظفرا أو لبس محيطا فهذا عليه الفدية، وهي أخف وأهون من الهدي. ويباح للمحرم عدة أشياء، يباح للمحرم أن يأخذ الساعة، وأن يلبس الخاتم عند غير المالكية، وأن يلبس النظارة الشمسية، كما يباح له تغيير ثياب الإحرام رجلا كان أو امرأة، غير أنه لا يغسلها بمعطر، يغسلها بصابون أخضر غير معطر أو بشيء آخر. كذلك يباح للمحرم أن يغتسل دون دلك أو ترفه، كما يباح للمحرم أن يتخذ عصابة أو أن يدهن بمرهم قصد الشفاء وطلب الدواء ولو كان ذا رائحة. كذلك يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يدهن بماء الزهر أو بماء العطر أو بغير ذلك مما يقصد به التداوي. وهكذا يا ضيوف الرحمن قدمنا لكم هيئة وصفة الإحرام، رمزية الإحرام، التسوية، الإخلاص، التذكير بالخروج من الدنيا. قدمنا لكم معاني التلبية، قدمنا لكم محظورات الإحرام، قدمنا لكم ما يباح فعله للمحرم. سنشرع الآن ونتوجه بعد أن أتممنا إحرامنا، نتوجه إلى دخول مكة المكرمة لنستقر في سكننا في النزل المخصص لإيوائنا، لنستعد للقيام بالطواف بعد ذلك. فالطواف إما أن يكون طواف قدوم للمفرد والقارن، وإما أن يكون طواف ركن للعمرة للمتمتع،
يسمى هو الركن الثاني من أركان العمرة، ويكون ضمنا معه طواف القدوم. فدرسنا القادم بحول الله تعالى سيكون حول الطواف بالبيت العتيق. وفقكم الله ويسر الله لكم وتقبل الله منكم وجعل الله حجكم حجا مبرورا وسعيكم سعيا مشكورا وذنبكم ذنبا مغفورا وتجارتكم رابحة لن تبور يا عزيز يا غفور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تأخذنا مطايا الأشواق إلى حرم الله الأمين الذي أمن الله من دخله، حيث قال في كتابه المبين: ومن دخله كان آمنا. فتخرجون يا ضيوف الرحمن من منازلكم ومن أماكن سكنكم وأنتم تلبون، حتى إذا وصلتم إلى المسجد الحرام تنقطع التلبية عند باب مسجد الله الحرام، ثم تدخلون بيت الله الحرام مقدمين رجلكم اليمنى تقولون الذكر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم تدخلون برفق وخشوع وسكينة بأعين دامعة وقلوب خاشعة، إن أبصاركم ستقع على بيت الله في الأرض، على أول بيت وضع للناس، على البيت الذي بنته الملائكة ابتداء، والذي أقام قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، والذي أعاد بناءه ورمي الحجر الأسعد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله قد كرمكم وشرفكم بهذه الضيافة وهذه الزيارة، فبمجرد أن تقع أعينكم على بيت الله الحرام فاستشعروا الجلال، استشعروا الخشية، استشعروا الخشوع، ثم قولوا يا ضيوف الرحمن: هللوا ثلاثا وكبروا، كأن تقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، أو تكبرون ثلاثا وتحمدون الله تعالى. ثم بعد ذلك اعلموا أن الدعاء مستجاب، ادعوا بأن يتقبل الله منكم وأن يجعلكم مستجابي الدعاء في كل زمان ومكان، وأن لا يجعل هذا آخر عهدكم ببيته الحرام، وأن يغفر ذنوبكم كبيرها وصغيرها. ثم تدخلون الحرم بعد أن تضعوا أحذيتكم في مكان وضع الأحذية برفق ويسر ولين، ولا تحملوا معكم شيئا إلى ساحة الطواف، لا تحملوا شمسية ولا تحملوا زمزمية ولا تحملوا حذاء ولا تحملوا شيئا، فذلك يشكل خطرا عليكم. ثم ادخلوا ساحة الطواف لتتهيأوا لأداء هذه الشعيرة العظيمة. فما الطواف يا ترى؟ الطواف لغة هو الدوران، والطواف اصطلاحا هو الدوران حول الكعبة المشرفة بصفة مخصوصة موزونة. الطواف يا إخوة الإيمان إما أن يكون ركنا للحج، وإما أن يكون ركنا للعمرة، وإما أن يكون ركنا لهما، وإما أن يكون تطوعا، وإما أن يكون طواف وداع. فالطواف خمسة أنواع: طواف الحج، طواف العمرة، وطواف الحج هو طواف الإفاضة، طواف التطوع أي طواف النافلة، طواف الوداع، وطواف القدوم الذي يقوم به الحاج عند أول دخوله إلى بيت الله الحرام لطوافه بالبيت العتيق. قال ربنا جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي بمكة، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات ومن دخله كان آمنا. الآيات البينات
تحيط بهذا البيت العتيق من كل ناحية. نعم، انظروا إلى مقام إبراهيم الخليل عليه السلام وأثر وقوع قدميه على الصخرة، ثم ماذا؟ انظروا إلى زمزم وما أدراك ما زمزم، انظروا إلى الحجر الأسعد الذي هو يمين الله في الأرض، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحجر الأسود من ياقوتة من يواقيت الجنة، ولولا ما تعلق به من الأيادي الفاجرة أي الآثمة ما مسه أكمه ولا أبرص ولا ذو دأ إلا برئا. ونزل الحجر الأسود ويسمى الحجر الأسعد أيضا، نزل أشد بياضا من اللبن، ولكن اسود بذنوب بني آدم. ومن الآيات المحيطة بالبيت العتيق حجر إسماعيل، ومن الآيات الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وهناك في كل هذه المواطن يستحب الدعاء ويقبل الدعاء، وكذلك هناك الركن اليماني، وهناك الركن الشامي، وهناك الركن العراقي، وهناك الشاذروان وهو البناء المنحدر محاذي أسفل الكعبة وأصله من البيت، لأن أصل بناء البيت هو يتصل إلى مقام سيدنا حجر إسماعيل، والشاذروان أيضا هو من البيت. ولكن قريش حين أرادت أن تجدد بناء الكعبة الشريفة وهم على شركهم وعلى جاهليتهم، قالوا لا ندخل في بناء بيت الله مهر بغي ولا سفاح ولا ربا، إنما نكتفي بمهور النساء أي بالحلي، فلم تبلغ بهم النفقة أن يعيدوها على قواعد إبراهيم الخليل عليه السلام. سندخل إذن ساحة الطواف وسنقوم بالطواف، فكيف الطواف وما هي واجبات الطواف وشروط صحة الطواف؟ نعم يا ضيوف الرحمن، للطواف واجبات وللطواف شروط، احفظوها حتى يكون الطواف صحيحا. أول هذه الشروط أن يكون الطائف متوضئا، وأن يكون مستور العورة، وأن يكون ماشيا للقادر عليه، وأن يكون الطواف داخل الحرم لا خارجه، وأن يبتدئ الطواف من الحجر الأسود، وأن ينتهي عند الحجر الأسود، وأن يكون الطواف سبعة أشواط، فليس هناك طواف أقل من سبعة ولا أكثر من سبعة، وأن يختم الطواف بصلاة ركعتين خلف مقام الخليل إبراهيم عليه السلام، وإن ضاق المكان ففي أي مكان يتسع من المسجد. يقرأ الطائف استحبابا في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص. فإذا أتم الطائف طوافه بهذه الصورة نستطيع أن نقول أن طوافه قد تم بعون الله تعالى. ويستحب للقادم إلى مكة في أول طواف للرجال دون النساء الاضطباع، ومعنى الاضطباع كشف الكتف الأيمن، المنكب الأيمن، هذا في اللغة العربية الكتف هو المنكب، يكشف يعني في الثلاث أشواط الأولى مع الخبب أي الهرولة الخفيفة التي يقوم بها الطائف، وهذا للرجال دون النساء. ومن كانت معه امرأة محرم أو مرافقة فليتظاهر بالخبب ثم يسير على قدر مسيرها. يجوز للطائف أن يدعو، بل مطلوب ومندوب ومسنون أن يكثر من الدعاء، يمكن أن يستعين بكتاب الدعاء، فذلك ينظم له الأشواط ويعينه عليها. ومن أراد أن يدعو من ذاكرته ورأسه وما تجيش به خواطره فهذا أفضل. لا يشرع قراءة القرآن عند الطواف، ليس ذلك مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم،
إلا إذا كانت آيات للدعاء، فبمعنى الدعاء فذلك مطلوب. وكذلك من سنن الطواف أن يقول الطائف بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود كلما مر بينهما أن يقول الآية الواردة في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويسن للمؤمن الطائف أن يقبل الحجر الأسود، فإن لم يستطع فيلمسه بيده ويضع كفه على فمه دون تصويت، فإن لم يقدر يشير إليه من بعيد. ولا ننصحكم بالزحام على الحجر الأسود، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا عمر، لا تزاحم على الحجر فقد تؤذي الضعيف فإنك امرؤ قوي، لا تزاحم على الحجر. ولذلك ننهاكم يا حجاج بيت الله، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، ننهاكم عن المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود، فليس ذلك من أركان ولا من فرائض الطواف، بل الأفضل أن توسع على نفسك وعلى إخوانك، أن تبتعد وتوسع على إخوانك المؤمنين. كذلك الصلاة خلف مقام إبراهيم هي واجبة في المذهب المالكي، وهي من متممات الطواف، ولكن إياك أن تصلي في الزحمة فتعيق طواف الطائفين. ابتعد يا أخ الإسلام ويا أختي الفاضلة إلى أي مكان يتسع من المسجد، وصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام. ثم بعد ذلك أدعو دعاء الملتزم. الأصل أن يلتصق المؤمن بجدار الكعبة، ما بين الحجر الأسود الركن وما بين باب الكعبة، يلتصق بكامل جسمه ويدعو، فالدعاء مستجاب. وبما أن الكثافة مرتفعة جدا والزحمة شديدة، فننصحكم بالابتعاد، وأن تقابلوا الملتزم، وأن تدعوا بما وفقكم الله إليه، ثم تدعو دعاء مقام سيدنا إبراهيم، ثم دعاء حجر إسماعيل عليه السلام، ثم تدعو بما تشاء وبما تجيش به خواطرك. ثم بعد ذلك إذا أتممت طوافك ستتوجه للشرب من ماء زمزم. ولكن قبل ذلك، إذا انتقض وضوءك وأنت تطوف، فالأصل في المذهب المالكي أن تذهب وتعيد الوضوء ثم تعيد الطواف ابتداء، هذا الأصل. وأجاز بعض أهل العلم تخفيفا أن يذهب الطائف فيتوضأ ويتم ويبني على ما فات، وأجاز بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين بفضل الله تعالى إذا كان الطائف لا يعلم ولا يستطيع أن يخرج على المجموعة، فيمكن له أن يتم طوافه ولو انتقض وضوءه، ولكن يتوضأ قبل صلاة الركعتين ليصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. ولا يقطع الطواف إلا لصلاة الفريضة، فلا يقطع لصلاة عيد ولا لشفع ووتر، ولا يقطع لصلاة الجنازة، يقطع فقط الطواف لصلاة الفريضة، وبمجرد الانتهاء من أدائها يتم الطائف طوافه. إذا شك الطائف في عدد الأشواط، كم طاف، 5 أم 6، ولم يبلغ يقينا، يبني على الأقل ويتم ما فاته. وفقكم الله لحسن أداء الطواف، وتقبل الله طوافكم، وتقبل الله إحرامكم، وتقبل الله سعيكم، وتقبل الله دعاءكم، ولا تنسونا في صالح دعائكم، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.